النقطة الثالثة في هذه المادة العاشرة كما قلت الفقرة الثالثة ماذا تقول؟ في اللقاء النهائي حفل توزيع الميداليات والكأس موضوع تحت نفس التعليمات المتعلقة بالبذلات والإشهار. كذلك النقطة الأخرى في حالة طبعا عدم الامتثال لهذا خسارة المقابلة تحت طائلة العقوبة خصم 3 نقاط. نعم، إذا خسرت المقابلة المولودية خسرت المقابلة في النهائي. الآن هذه النقطة. النقطة الأخرى خصم 3 نقاط من رصيد الفريق من البطولة، خصم 3 نقاط للفريق المتسبب في البطولة. إذا ولكم الحكم الآن، فريق مولودية الجزائر الذي يلعب على المرتبة الثانية على الأقل للمشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية الموسم القادم، هذا ما يقوله القانون الذي يسير منافسة كأس الجمهورية، بالإضافة إلى خصم نقاط هناك كذلك 1,000,000 دينار غرامة مالية على النادي، أي 100,000,000 سنتيم. هذا ما ينتظر فريق مولودية الجزائر على كل، وننتظر إذا ما سيكون إذا خلال الاستماع للمعنيين السيد عمروش والسيد عمر غريب وكذلك جمال مناد أمام لجنة الانضباط يوم الاثنين القادم، وستكون لنا متابعة في هذا الموضوع. إذا طبعا قرأنا عليكم إذا ما ينصه القانون حتى نوضح للمتتبعين، لأن الحديث كان يخص فقط الإقصاء من شركة في كأس الجمهورية لمدة موسمين، وإنما هناك نقطة أخرى كما قلنا إذا خصم 3 نقاط من النادي في البو